الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أهلا بكم وسهلا في هذا الدرس وصلنا إلى المسألة الثالثة وهي في أن الوجود زائد على الماهية هذه مسألة بنيوية ليست مبنائية ولا بنائية بنيوية والمسائل البنيوية لا معنى للتذليل عليها فكل هذه الأدلة سيتبين لك أنها غير صحيحة تصادر على نفس المسألة فأبين أولا ما معنى الحمل الأولي والحمل الشائع وأبين كذلك المعايير العقلية إذا اتضح الفارق بين الحمل الاولي والحمل الشائع والمعايير العقليه ما هي يتضح ان البحث في هذه المساله بحث بنيوي اصلا ليس ببحث ليس ببحث جيد الان سجل هذه القاعده الفارق بين الحمل الاولي والحمل الشائع حتى ندرك الفارق يجب ان نبين ما معنى الحمل الاولي وما معنى الحمل الشائع الحمل الاولي هو ان تكون الذات في دائرتها فاذا جاء التركيب فالمحمول في التركيب يمثل اصل الذات هذا هو الحمل الاولي لا يخرج عن دائره الذات بمجرد ان يخرج عن دائره الذات ترك الحمل الأولي إذا إذا أردت أن تعرف الحمل الأولي قل المحمول يمثل ذات الموضوع انتهى الأمر تقول إنسان إنسان الإنسان المحمول يمثل ذات الموضوع الموز موزون الماء ماء الذهب ذهب إذن الحمل الأولي دائما المحمول لا ينزاح خارج الذات خذها قاعده بسيطه جدا يبقى دائما في دائره الذات الانسان انسان الانسان المحمول في دائره الذات ذات ذات الموضوع ومن هنا يفرعون هذا الفرع اتحاد مفهومي لاننا في دائره الذات ليس فقط اتحاد مفهومي العباره فيها مسامحه وحده مفهوميه الاختلاف بالاعتبار يعني انت تكون غافلا عن معنى الموضوع انا اؤكده بالمحمول الانسان انسان او بالاجمال والتفصيل انسان حيوان ناطق وفي الدراسات العميقه حتى هذا الانسان حيوان ناطق خرجنا من دائره الذات ذهبنا الى اللوازم فنقول حمل الأولي صناعي حمل الأولي اعتباري وإلا هو في الحقيقة ليس حملا أوليا إذن القاعدة ما هي في الحمل الأولي المحمول في التركيب يمثل ذات الموضوع في الحمل الشائع نقول إنسان عالم إنسان نائم إنسان موجود إنسان شاعر هناك خرجنا من حياط الذات ذهبنا إلى تعيناتها إلى تعيناتها التي لا تنفك وهي اللوازم أو التعينات التي تأتي وتذهب وهي المنفكات تقول إنسان عاقل فهذه من اللوازم التي لا تنفك العقلانية لازمة للإنسان فهذا حمل شائع في دائرة اللوازم التي لا تنفك الإنسان جالس الجلوس خارج عن دائرة الذات حمل شائع في دائرة ما ينفك. إذا تعريف الحمل شاء هكذا أن المحمول لا يمثل ذات الموضوع بل يمثل حيثية من حيثيات الموضوع، يمثل تعينا من تعينات الموضوع. سهلة جدا. إذا إذا قلت الإنسان إنسان أنت ركز على المحمول أنا يقع؟ في صميم الذات، يمثل الذات في دائرتها حمل أولي سهلة جدا. الإنسان شاعر. شاعرية غير الإنسان شاعرية حيثية من حيثية الإنسان حمل شائع الموز موزون حمل أولي الموز أصفر حمل شائع وهكذا في جميع التركيبات فإذا جئنا إلى المهية والوجود الإنسان والوجود ما هو الحمل الأولي في دائرة الإنسان تقول إنسان وإنسان حمل أولي ألصق به التعين الوجودي، الإنسان وجود، انظر إلى المحمول الوجود هل يمثل دائرة الذات؟ تقول لا، يمثل حيثية طاردة العدم، حيثية تعين، يعني التحقق، ليس الإنسان، الإنسان غير تحقق، سريعا تقول حمل وبالتالي أن هوية الوجود غير هوية المهي انتهى الأمر. ولهذا أقول أنا بون يا ويا ولا تحتاج إلى دليل لأنها ليس من صنخ ما يستدل عليه البنيويات البنيويات الوجود ركب بها ذهنك ركب بها فقبل الاستدلال هي حاكمة عليك مهيمنة عليك فكيف تستدل عليها إذا نعيد ما بيناه الحمل الأول ما هو نذهب إلى التركيب نركز على المحمول إذا كان المحمول يمثل الذات حمل أولي الإنسان إنسان الإنسان في الحمل الأولي الإنسان لا يمثل الذات يمثل عين الذات الإنسان إنسان حمل أولي الإنسان كاتب الكتابة لا تمثل الإنسان تمثل تعين من تعينات الإنسان حمل شاح سهلة جدا إذا طبقنا على الإنسان وجود نقول الإنسان في دائرته إنسان 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 في دائرة تحققه نقول الإنسان وجود خرجنا عن دائرة الإنسان إذن الإنسان غير الوجود بل الإنسان في هويته حيوان ناطق إنسان إنسان الوجود لا حيثية تعرض الماهية الإنسانية فتجعل الماهية الإنسانية في متن الواقع متحقق هكذا المسألة ببساطة المشكل في التراث العلمي في العالم الاسلامي وفي العالم الغربي يخلطون بين البنيه والمبنى والبناء والبيان مره تجد المطلب المطلب العلمي صحيحا من حيث المبنى والبناء البيان لا يوصل البيان تعبان مره لا المبنى صحيح البناء خطا مره المبنى غير صحيح مره البنيه فيها خلل هذا التفكيك بين الباءات الأربع مهم جدا في فهم العلوم وفي فهم المتون، هذه المسألة أن الماهية غير الوجود مسألة بنيوية وليست مسألة مبنائية أو بنائية، حتى نأتي وندلل عليها. نأتي الآن إلى المعايير العقلية. ما هي المعايير العقلية؟ عبارة عن مبادئ، هذه المبادئ بها ننتج الفكر. بني لما صنع الله الانسان، هندس الانسان، هندس ذهنه الجميل بهذه البنية، ثم إذا تعامل مع الواقع الخارجي تأتيه معطيات خارجية تخضع لهذه البنية لهذه المعايير، حينها يفرز المعرفة، ينتج المعرفة. ما هي هذه المبادئ البنيوية؟ مبدأ الهوية، مبدأ الجوهرية، مبدأ التناقض، مبدأ الثالث المرفوع، مبدأ السبب الكافي، مبدأ الاتصال، مبدأ الانفصال، مبدأ الجمع بين الاتصال والانفصال، ثمانية، إذا أردت أن تضيف إلى هذه المبادئ مبدأ الغاية الذي هو يدخل في مبدأ السبب الكافي. بعضهم يفصله. لا نأتي ونفصل هذه المعايير العقلية التي بها ينتج الإنسان المعرفة مبدأ الهوية مبدأ الهوية هو مبدأ يفرز به الإنسان الحمل الأولي الإنسان في هويته تقول إنسان وإنسان جيد من جعلك تشكل هذا التركيب هو مبدأ الهوية مبدا الهويه كمعيار عقلي قبلي ليس من سنخ المعرفه هو الذي جعلك تفرز هذا التركيب الانسان وانسان في تعاملك مع الواقعيات الان انت الان امام واقعيه من الواقعيات الشجره مثلا تعاينها الشمس تعاينها تشاهدها فهي تحل كمفهوم ذهني تقول الشمس إذا أردت أن تبقى دائما دائما في هوية الشمس ولا تخرج إلى حيثياتها، تعيناتها، فبمبدأ الهوية هو الذي يجعلك تفرز هذا التركيب، الشمس شمس، الشجرة شجرة، الحجر حجر، الذهب ذهب. فمبدأ الهوية لا يسمح لك كمعيار وهو العقل الإنساني، هذه المعايير هو العقل الإنساني، حكمة إلهية. لا يسمح لك أن تأتي به تعين في دائرة الذات أبدا تقول الإنسان هو هوية الشعر خطأ الإنسان هو هوية الكتابة خطأ الإنسان هو هوية الوجود خطأ الإنسان في هويته إنسان فقط وهذا هو الحمل الأول إذا مبدأ الهوية يفرز الهويات فقط يفرز الهويات فقط وهذا التفكيك بين الهوية ونفسها تفكيك اعتباري لأن الهوية لا يمكن أن نفكك بينها وبين ذاتها فإذا قلت الإنسان إنسان هذا في دائرة الاعتبار ليس في دائرة الحقيقة لأن الهوية لا تفكك فالتركيبات اللغوية والقضوية كلها اعتباريات تفكك ثم تربط نفكك الهوية الإنسانية ونجعلها هويتين بالادعاء لأن الهوية الواحدة لا تتكرر ثم تربط بين الهوية وذاتها تقول إنسان وإنسان هذا الربط كذلك اعتباري تفكيك اعتباري والربط اعتباري لماذا للفهم والتواصل المعرفي هذا يسمى مبدأ الهوية بنية تفرز الهوية في دائرتها لا زيادة ولا نقصان فيتعين الحمل الأولي المعيار الثاني مبدا الجوهريه. عندنا الهويه التي هي جوهر ثم نخرج من الهويه الى تعيناتها، مهما كانت هذه التعينات، حي، الى حيثياتها، تعيناتها، تجلياتها، احكامها، سميها كما تشاء. هنا من المعيار البنيوي الذي يسمح لك بهذا الخروج، الخروج من من الهويه هو مبدا الجوهريه. سمي مبدا الجوهريه لانه يركز على الجوهر ثم ينحاز الى الحكم او الى التعين او الى التشأن او الى التجلي فاذا قلت مثلا في هذا التركيب الانسان شاعر ببركه مبدا الجوهريه انت خرجت من دائره الهويه الى دائره حكم احكامها وهي الشاعريه وكذلك الوجود اذا قلت الانسان وجود خرجت من الهوية الإنسانية إلى ماذا؟ إلى الهوية الإنسانية وهي متحققة وهذا الذي يسمى الحمل الشائع والهلية البسيطة إذن ببركة مبدأ الجوهرية أفرزنا هذا التركيب وأفرزنا التركيبات التي تخرج عن دائرة الهوية إلى أحكامها فإذا فهمت أنت مبدأ الهوية ومبدأ الجوهرية بسهولة تامة تفهم أن المهي غير الوجود والوجود غير المهية الماهية في دائرتها انسان انسان لا زياده ولا نقصان لا عالم ولا جاهل ولا كاتب ولا نائم ولا موجود ولا معدوم هويه فقط هويه الانسان انسان ثم ببركة مبدا الجوهريه تنحاز الى الاحكام الى الحيثيات الى التعينات الى التشأنات الانسان تشأن بالتحقق خرج من الهوية إلى التحقق يعني صار في متن الواقع في ذات الوجود. فتقول إنسان وجود. إذا الإنسان إنسان في دائرة مبدأ الهوية وهو الحمل الأولي. الإنسان وجود خرجنا من الهوية ببركة مبدأ الجوهرية. خرجنا إلى تعين وهو التعين التحققي. إذا أين المهية؟ وأين الوجود؟ تلك من مقولة وهذا من مقولة. إذا كلما خرجنا من حياط المهية وانتقلنا إلى أحكامها حيثياتها تشوناتها تجلياتها تعيناتها سميها كما تشاء نحن في دائرة مبدأ الجوهرية نحن في دائرة الحمل الشائع فالإنسان وجود تقول مبدأ الجوهرية جميل لماذا؟ تقول أننا خرجنا من ما دائرة المهية إلى حكم أحكامها، تعين من تعوي... تعيناتها. يعني خرجنا من الإنسان إلى التحقق الإنساني. هي اكتسبت حيثية جديدة وهي التحقق. أما في دائرة الإنسان إنسان، هناك لا لا كلام لا عن الوجود ولا عن العدم، ومن هنا قالوا قالوا الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، لأن يعني في دائرة الهوية لا معنى للوجود ولا معنى للعدم. الوجود والعدم دائما في مبدأ الجوهريه، تقول الانسان وجود يعني الانسان تحقق بالوجود، صار متنا خارجيا تترتب عليه الاثار، اذا قلت الوجود معدوم يعني لم يدخل دار الوجود، لم يتعين بالوجود. اما الماهيه في دائرة مبدا الهوية لا علاقة لها لا بالوجود ولا علاقة لها بالعدم وهذا الذي يسمى في المجال التداولي الفلسفي اللائق ضاء لا اقتضى يعني الماهية في دائرة هويتها في دائرة مبدأ الهوية لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم أين تقتضي الوجود أو تقتضي العدم في دائرة مبدأ الجوهرية كيف تأتي العلة تفيض عليها الوجود فتقول الإنسان وجود أو لا لا تفيض عليها الوجود تقول الإنسان وحده إذا فهمنا هذه المسائل بطريقة جيدة كل هذا الكلام الذي يذكره العلماء الحلي بتفصيلته لا معنى له لأن يعني المسألة بنيوية وليست معرفية مبنائية أو بنائية حتى نندفع إلى الدليل والإستدلالات ثم يأتي المبدأ الثالث معيار عقلي وهو مبدأ التناقض مبدأ التناقض قبل مبدأ التناقض نسيت مسألة في مبدأ الجوهرية أبينه للطالب العزيز لأنه هو الآن يتقدم إلى الدراسات العليا وهذه الأمور تفيده بقوة في جميع التخصصات. مبدأ الجوهرية ما هو؟ خروج من حيطة الذات من الهوية يعني خرجنا عن حاكمية مبدأ الهوية. ندخل إلى حاكمية مبدأ الجوهرية. له ركنان دققوا جيدا هذا المبدا مبدا الجوهريه له ركن في التركيب القضوي عندنا موضوع محمول الانسان عالم، الانسان كاتب، الله موجود، الله حي تركيبات قضويه متعدده في مبدا الجوهريه ناتي الان ونحكي الواقع في مبدا الهويه لا نحكي الواقع نحكي الهويه فقط الانسان انسان. اما في مبدا الجوهريه خرجنا من مبدا الهويه الى حكايه الواقع ما هو هذا الواقع هذا بحث فلسفي ومعرفي لا نفيض فيه ما هو الواقع هل الواقع هو المحسوس او اعلى من المحسوس هذه مساله لا نفيض فيها ولا نعرضها فقط اريد ان افهمكم مبدا الجوهريه في هويته ما هو اذا انتقلنا من الهويه الى مبدا الجوهريه جاءت الحكايه والكاشفيه الخارجية الخارجية كل بحسبه وهو من الذي يسمى نفس الأمر جيد الآن عندنا تركيب الإنسان عالم هنا فيه حاكوية خرجت من أفق الذهن إلى أفق الواقع الخارجي ما هو هذا الواقع الخارجي؟ هذا بحث آخر لا يهمنا الآن جيد لماذا؟ لأن الحكاية دائما تكون بالقضايا، اما هل هي بسيطة واما هل هي مركبة. هل هي مركبة؟ تقول إنسان موجود، حكاية عن تحقق الإنسان. يعني العلة أوجدته ووضعته في متن الوجود. تقول إنسان عالم بعد التحقق الوجودي بعد تلقى كمالا وصار عالما، فتقول إنسان عالم. حكاية عن الواقع الخارجي. هذا المبدا له ركنان سطر جيدا هذه الامور لانها الماس معرفيه في التركيب القضوي يعني القضايا الانسان عالم عندنا موضوع ومحمول الركن الاول في مبدا الجوهريه الذي يفرز القضايا التي تحكي الواقع ان القضايا تفرز بمبدا الجوهريه كما ان التصورات تفرز بمبدأ الهوية هناك الحمل الأول في مبدأ الجوهرية الذي يفرز على مستوى الدين هي القضايا والقضايا متشكلة من موضوع ومحمول الإنسان عالم ما هما الركنان الركن الأول أن المحمول لا هوية له مستقلة إذا قلت الإنسان عالم لا تجد العلم مستقلا عن الإنسان في دائرة نفس الأمر أبدا العلم حيثية من حيثية الإنسان ليس له واقعية مستقلة بمعنى أن واقعية العلم في متن الإنسان صفة للإنسان لا نجد العلم كواقعية مستقلة كالشجرة أبدا إذا الركن الأول أن المحمول لا هوية له مستقلة هويته مندكة في الموضوع هذا الركن الأول الركن الثاني ركن معرفي ثبوت المحمول للموضوع يحتاج إلى ملك. يحتاج إلى ملك. إذا دللنا على القضية يعني اكتشفنا ذلك الملك. لا يمكن للمحمول أن يثبت للموضوع بدون ملك. مثلا الإنسان عالم ثبوت العلم للإنسان ما هو ملاكه؟ ذلك الكمال العلمي في الإنسان. من أين نشاهده ونعاينه من خلال محاضرة من خلال تقريرات الدروس من خلال مقالة من خلال من خلال تأليف من خلال ندوة علمية فيفيض علما نكتشف أنه عنده الكمال الذي جعل هذا المحمول العلم يحمل على الإنسان الإنسان عالم الإنسان يعني زي طه بلال لا يهم المصداق إذا الركن الأول ما هو؟ الركن الأول هو أن المحمول لا هوية استقلالية له وإنما هو تعين من التعينات للموضوع حيثية من حيثيات حكم من أحكامه لا تجد المحمولات مستقلة أبدا مثلا الله حي لا تجد الحياة في دائرة مستقلة بوجود والذات المقدسة مستقلة بالوجود أبدا الحياة هي تعين من تعينات الذات المقدسة وهكذا في جميع المحمولات والمعرفة والعلوم تتعين بالحيثيات تتشكل بالحيثيات كلما درست هذه الحيثيات التي تسمى الأحكام الأحكام أو الأعراض الذاتية تشكلت العلوم تشكلت العلوم الركن الثاني معرفي المعرفي ووجودي ثبوت العلم للإنسان بدون ملاك واقعي يكشفه العقل أو تكشفه التجربة أو 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 لا يمكن أن نذعن بهذا المحمول للموضوع حتى من هناك ملاك تقول شيخنا من يكشف الملاك المعيار الخامس سيأتي المعيار الثالث هو مبدأ التناقض مبدأ التناقض ما هو؟ ياتي بعد تعين القضايا تقول انسان عالم نستفتي مبدا تناقض نقول ما رايك في هذا التركيب يقول انا ما عندي دخل مبدا السبب الكافي المعيار الخامس هو الذي يثبت انه عالم او لا ليست وظيفتي انا وظيفتي تتمثل في هذا الامر دقق جيدا انت اذا قلت الانسان عالم ثم الحراك الفكري وانت تدل على ان الانسان عالم اوصلك الى ان الانسان ليس بعالم وتريد تجمع بين الامرين نقول هذا لا لا يمكن لان الانسان عالم تعين بحيثيه وجوديه في متن الوجود له هذا الكمال، الإنسان ليس بعالم، هذا الكمال مفقود، الاثنان معا هذا لا يمكن، هذا هو المحال. إذا مبدأ التناقض يترقب القضايا، قل ما شئت، قل ما شئت، قل أنا إله، إنسان ما ضعيف أنا إله. مبدأ التناقض يقول أنا ما عندي مانع، قل أنت إله، أنت حر. أنا إله موضوع محمول لكن بمحدوديتك لا يمكن قل أنت إله كما تشاء إلى يوم القيامة لكن المحدودية التي تلفك تمنع هذا المحمول يعني أنا ليس بإله فأنت تدعي أن أنك إله والمحدودية تقول أنك لست بإله الجمع بين الأمرين محال مبدأ التناقض يقول محال إذا مبدأ التناقض دائما يترقب إذا أنت ثبتت المحمول ونفيت المحمول في الآن نفسه بشروط تناقض المعروفة يقول أنت في الزيف أنت في البطلان أنت في البطلان أما الدعاوي فالدعاوي الدعي كما تشاء لأن يعني القضية لا تثبت نفسها هذه بنية كذلك هذه بنية سجلها أن القضية لا تثبت نفسها ما عندنا قضية تثبت نفسها ابدا، شرط ان تكون قضية علمية. لأن يعني القضية إذا أثبتت نفسها تصير كل الدعاوي صحيحة. كل الدعاوي صحيحة. إذا مبدأ التناقض يترقب. إذا تعين التركيب القضوي، تقول أ ب، إياك إياك أن يوصلك الدليل أو الحراك المعرفي وتقول في داخل هذا الحراك المعرفي.. ألف با أو يلزم من حراكك المعرفي ألف با فأنت جمعت بين ألف وباء وألف لباء وهذا تناقض زيف تناقض زيف ما يعني لم تصل إلى الواقع وهذا هو البطلان وهذا هو البطل وهذا هو المستحيل إذن متى هذا المعيار يتدخل إذا تشكلت القضايا تشكلت القضايا شريك الباري موجود شريك الباري موجود تقول لمبدأ مبدأ التناقض ما رأيك يقول ما عندي أنا كلام شريك الباري موجود روح إلى ماذا روح إلى مبدأ السبب الكافي مبدأ السبب الكافي ماذا يقول يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وإذا كان هناك إلهان فحتما ينفرد إله من الإلهين بكمال غير موجود في ذاك فيعتري الإله النقص إله ألف الإله باء لأن هذا إله ينفرد بكمال مفقود عند الثاني والأول بوصفه إله ينفرد بكمال موجود في مفقود في الثاني فالإله يصير ناقصا فما أنت فرضته من وجود إلهين يحتلان المرتبة الألوهية تبين لنا هذا ناقص وهذا ناقص يعني ما فرض ما فرض إلها صار ليس بإله هذا اجتماع ناقص إذا إياك إياك إذا قلت ألف باء ثم في مسارك الفكري والمعرفي تصل إلى ما يبطل هذه القضية سريعا مبدأ التناقض يقول هذا الكلام كله زيف حراكك المعرفي كله زيف فأنت خارج مثل الواقع أنت في البطلان والزيف المعيار الرابع ارتفاع الناقضين هو هو فرع من اجتماع النقيضين مدلوله ما هو؟ مدلوله هو انه لا شق ثالث بين الوجود والعدم ابدا لا يمكن لك في مسارك الفكري ان تحتل مرتبه تقع بين الوجود والعدم مستحيل هذا مستحيل لان الوجود هو المتن هو الاصيل يطرد العدم العدم مطرود يعني كلما كنا في دائرة العدم كنا مات رودين الوجود هو الصحيح المرتبه الثالثه لا معنى لها اذن حراكك الفكري نشاطك الفكري اذا ادى بك الى ان وأنك وصلت إلى مرتبة لا وجود وعدم هذا الحراك الفكري والنشاط الفكري كله زيف كله بطلان وكله خرطي بالعامية المعيار الخامس هو مبدأ السبب الكافي باللسان الحدثي باللسان الحوزوي المدرسي هي هذه القاعدة كل ما بالعرض يعود إلى ما بالذات والذات لا يحلل كل ما هو عرضي يجب ان يستند الى ما هو ذاتي اذا وصلنا الى الذاتي الذاتي لا يعلل لاننا نحن في البنيه وصلنا الى البنيه يسمى بلسان حدثي مبدا سبب الكافي يعني لكل تعين هناك سبب خاص اذا قلنا الانسان انسان هنا لم نتعين فمبدا السبب الكافي لا يدخل لانك يعني انت ما زلت في الانسان اذا قلت الانسان عالم مبدا سبب الكافي يقول هناك ملك ويبحث عن هذا الملاك ملاكه ما هو كتب مقالة ألقى محاضرة عنده تقريرات دروس الخارج يحاضر في الجامعات هذه كلها آيات أنه له هذا الملكة الملكة العلمية انتهى الأمر انتهى الأمر وصلنا إلى ذلك الملاك الحقيقي فالقضية تكون ثابتة أسألك هذا عالم تقولين نعم عالم عندي سبب كافي لعلمه وهو انه يحاضر ويفيض علما وله تقريرات عميقه فهذه العلامات دليل على انه يملك هذا الكمال الذي يؤهله لهذا المحمول الانسان عالم هذا يسمى مبدا السبب الكافي وفي ادبياتنا كل ما بالعرض يعود الى ما بالذات والذات لا يعلل ثم ياتي مبدا الانفصال والاتصال والجمع بينهما نشير اليهما في الدرس القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد